هلا احنا لحد الان كل شغلنا عن النيو اعتبرنا انه النيو كونستانت مش هيك؟ شو القانون اللي استعملناه اللي هو يربط بي النيو؟ النيو اتش. النيو اتش مشكلة ما فيش عنا قلم. نسينا نجيب لها. مين بس يروح يروح على المكتب بس يجيب الشنطة؟ في الشنطة السوداء اللي في موجودة فيها الان لو سمحت. احنا اللي افترضناه لحد الان انه العلاقة بين بي وميو بي واتش كونستانت ميو هذا مش صحيح. هنسألكم سؤال، ايش كانت العلاقة أول شيء بين بي واتش؟ كيف مرتبطة؟ طبيعي بي واتش اه بس كان في قانون، شو القانون؟ بي بتساوي اتش في ايش؟ في ميو تمام، بي بتساوي ميو في اتش مش هيك؟ وفسرناها فيزيكلي الفيزيكال سيجنفكتس فسرناها بالشكل التالي، قلنا انه بي هي كمية المغنطة كمية الالاينمنت اللي بتصير لهدول الدومينز وهي بتتناسب مع قيمتين ميو واتش. اتش اللي هي الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي حطيناها يعني القوة الدافعة المغناطيسية اللي حطيناها، وميو هي قابلية المادة للمغنطة. فمن المنطق انه نقول انه كل ما زادت اتش زاد الفيلد سترينث قوة مجال المغناطيس اللي بحاول يمغنط، وكمان كل ما زادت الميو زادت قابلية المادة للمغنطة. يعني اذا بدنا نلخص دول الاشياء نلخصهم ببساطه هون راح اقول بي بتساوي ميو اتش. اذا قلنا انه ميو قابليه الماده للمغنطه واتش بتتناسب مع القوه الدافعه او الماجنتيك فيلد اللي انا حاطه، فكل ما زدت الماجنتيك فيلد او كل ما زدت قابليه الماده للمغنطه راح يصير في مغنطه اكثر، راح تعمل الدومينز هاي الاينمنت لنفسها. لكن احد الاشياء اللي احنا ما حكيناها افترضنا انه هاي ميو كونستانت لكن هذا مش صحيح. تتغير مع حرارة بس حتى بتتغير هلا اتش كل ما زادت اتش ميو بتبطل قيمتها الصحيحة بتتغير القيمة. هلا هون سؤال، لو احنا جينا حطينا العلاقة هذا الاكسس تذكر حطينا اتش اللي هو ماجنتيك فيلد سترينث وبي اللي هي ماجنتيك فلوكس دنسيتي، لو انه فعلا الميو كونستانت ايش كان لازم يكون شكل الكيرف؟ تمام وين بمر؟ في الزيرو في الزيرو في الاوريجن تمام. اذا لو كان قيمه ميو كان هذا هو المفروض يكون، كان هذا الخط بيطلع وبينزل معي، لكن احنا حكينا العلاقه عندي نون لينير لانه بصير عندي ساتوريشن بصير في تغير. قالوا لي هذا الخط بهذا الخط في اختلاف واضح. ما بمر عندي في الاوريجن، وحتى في عندنا مشكله ثانيه هون كمان كانت هيستريسيس، يعني الخط الطالع مش زي الخط النازل مظبوط؟ قلنا الخط هو طالع ماله فعليا عم بيصير عندي شيء زي هيك وبعدين برجع بهذا الشكل. اذا انا هذا اذا بدي احطه بشكل صحيح عم بحطه هيك وبحطه هيك. هاي نقطة مهمة بعالجها سؤال رقم 1-12، رح نحل اليوم سؤالين 1-7 و1-12 موجودين في الكتاب من شابتر 1. 1-7 بفترض انه ميو كونستنت وبنحل عليها، بعدين 1-12 بقول لك لو انه ميو مش كونستنت ارجع للكيرف هذا اللي موجود او الكيرف الثاني اللي موجود في السؤال وتطلع عليه. بدنا نطلع العلاقه بين ميو اتش. احنا فعليا لما فرضنا انه كونستنت او فرضنا انه ميو بتساوي بي على اتش، فلو انا بدي اجي اطلع الان هون رح الاقي انه قيمه ميو رح تختلف من مكان لمكان، لانه لو كان هذا فعلا خط مستقيم ميو ما تختلف مظبوط. تطلع لو انه كان فعلا خط مستقيم وبمر في الاوريجن ونفترض حتى السلوب تبعه ما راح يكون 45 درجة لما أرقامكم هون، إذا عندي النقطة هاي حتكون عندي هاي بي 1 وعندي النقطة هاي حتكون اتش 1، بي 1 على اتش 1 تساوي ايه؟ تساوي بي 2 على اتش 2 تمام وتساوي ميو يعني، فمعناها ميو كونستنت لأنه من هذا الشكل الخط المستقيم اللي بمر في الأوريجن بي 1 على اتش 1 تساوي بي 2 على اتش 2 تساوي بي 3 على اتش 3 مش هيك؟ ولو فرضنا فيش عندي ساتوريشن هذا رح يضل ماشي إلى ما لا نهاية. لكن احنا الواقع مش بهالبساطه، الواقع بيقول لي اكثر من شغله، اول شيء بيقول لي مرش في الاوريجن ارتفاعه مش زي نزوله من هون، وفي عندي ساتوريشن، في عندي مشاكل كثيره. اذا رح نعمل اليوم بسؤال 1-12 رح نحل بالطريقه التاليه، رح نقول احسب اتش ومن اتش الان شو بطلع؟ ميو بطلع ميو وبي او بطلع بي فعليا، يعني مثلا باجي بقول انا هاي الدائره حسبت اتش فيها عند النقطه هاي ورجعت من هون طلعت معك بي. لكن افرض انه اتش زادت مثلا القيمه هاي باجي بحسب اتش هون وبعدين بطلع بي. كيف بدي احسب اتش للدائره؟ لو انا اعطيتك دائره معينه وبدي احسب قيمه اتش فكروا هلا شوي شوي معي. اتش ايش بتعتمد؟ ان اي على
ال تبع اللي هي اللينث اوف ذا كور. ماشي، كل متذكر هذا القانون؟ عم نقول انه اتش عملناها نورماليزيشن. متذكرين كلمه النورماليزيشن؟ اراجع فكره النورماليزيشن مره ثانيه. فكره النورماليزيشن بتقول انه انا مرات بكون في عندي كوانتيتي معينه ما بقدر اقارنها من مكان لمكان، بقدرش اقارنها من دائره لدائره، فبعملها نورماليزيشن، يعني بقسمها على رقم بحيث اني اقدر اقارن قيمتين. والمثال اللي ضربنا عليه اذا بتتذكروا المثال، جينا قلنا في عندي بلد ناتج الدخل القومي او اجمالي الدخل القومي تبعها مثلا 12 مليون، وبلد ثاني ناتج الاجمالي الدخل القومي تبعها 7 مليون، مين اللي مستوى المعيشه فيها اعلى؟ نعم نفس ما بقدر اعرف، لازم اقسم على ايش؟ عدد السكان. نفس الشيء لو جينا على دائره قلنا فيها الام ام اف الماجنتوموتيف فورس او الاف، هذا الرمز اللي عملناه اف، قلنا فيها هذا بهاي الحاله مثلا كان 20 امبير تيرن او 200 امبير تيرن، وجينا على دائره ثانيه قلت لك هاي فيها الام ام اف 140، مين الماجنتيك، مين الاتش فيها على، شو راح تقدر تقول لي؟ ما بعرف، لازم اعرف ال سي مضبوط، لازم اعرف طول الكون، واضحه هاي النقطه؟ اذا لازم نتحول على اتش. اذا حتى نلخص الكلام اللي حكيناه، انا اذا عندي بدي اطلع اتش في دائره معينه اللي هي الماجنتيك فيلد سترينث، هذا اتش عمال بتوزع على ال ام اف عمال بتوزع على مسافه طويله، اذا باخذ الماجنتوموتيف فورس اللي هي كانت كيف كنت احسب ال ام اف في دائره؟ ان في اي بقسمها على اللينث اوف ذا كور، حتى نمثلها هذه هون بالرسم كانه عمال بقول عندي هون ماجنتيك سيركت، وجيت حطيت عليه عدد من اللفات هدول ان اي اللي هم ام ام اف، لكن حتى احسب اتش لاحظوا الام ام اف هون عايش عم توزع، بتوزع هاي ال سي، كان ممكن نفس الدائره هاي اخذ فيها نفس الان اي نسالكم سؤال هلا، افترض الاريا نفسها، افترض الاريا نفسها، الاريا ما بتهمناش كثير في هاي الحاله، لو انا جيت على الدائرتين هدول شايفينهم؟ حطيت هون ان اي فاعطتني ام ام اف، وحطيت نفس الان اي الام ام اف هون بالحاله هاي، مضبوط الام ام اف هون بيساوي الام ام اف هون، بس مين لازم يكون اعلى؟ اتش، لانه اتش اللي هون هذا بده يتوزع على مسافه بسيطه صغيره، بده يعني بده يعالج او بده مسؤوليته عن هاي المسافه القصيره، لكن هذا الام ام اف مسؤوليته عن مسافه طويله، اذا حتى اعمل نورماليزيشن صحيح واقارن بشكل صحيح، راح اقول انه الاتش هون اعلى من الاتش هون، وسبب انه الاتش هون اعلى من الاتش هون اللي بقسمه على ال سي اقل، واضحه هاي النقطه؟ نقطه مهمه جدا، هاي الفكره بنسميها نورماليزيشن. ولذلك لاحظوا هذا الكيرف حكى لي شو طول الكور، حكى لي شو الماجنتيك سيركت، قال لي اذا اتش عندك هيك شو مباشره جاوبني؟ قال لي بي راح يكون هيك، في هاي الماده طبعا، في هاي الماده احنا بنحكي عن ماده محدده، و الماده محدده اذا هون عندي اتش هون اعطتني بي هون راح تعطيني في كل الحالات، وراح تلاحظوا انه النسبه بينهم مش نفسها، لانه لو النسبه بينهم كانت نفسها كان هذا الخط راح يكون خط مستقيم. ماشي، واضحه هاي الفكره؟